على غالب، على غالب صيف ما مش كيما نحبوا احنا، فهمت؟ ان شاء الله ربي يبعد علينا الوباء وان شاء الله الناس كل تتفرهد، وحتى ولو واحد يجي بحر باقي مازال خايف شويه، فهمت؟ اما كنعملوا شويه تباعد شويه بروتوكول وكاهو، ان شاء الله ربي يستر. ان شاء الله يا ربي. انت جيت مع الفامي ولا بون؟ مع بنت خالتي وصحابها وخطيب بنت خالتي، برسك عباره فامي احنا. ومساسين ديما ديو البحر المرسى؟ لا، اول مره نبحروا لهنا، ما نكذبش عليك، مساسين بنزرت مهديه، انا ديجا راجلي ساحلي، معناتها نمشيو للساحل، فهمتني؟ وش رايك في بحر المرسى وفي اللي بروتوكول، وشنية رايك في العبيد؟ معناها تحسهم ماخذين احتياطاتهم؟ اي الحقيقه بون، البلاصه وين قاعدين احنا الحقيقه معناتها كل واحد بعيد على واحد، فهمت؟ بون غادي شويه حسيتهم شويه معناتها شويه لاصقين بعضهم شويه، فهمت؟ اما الحقيقه صافا. البارح زاد مشينا لبحر المرسى سيدي عبد العزيز، زاد الناس عاملين بروتوكول ومعناتها عاملين تباعد والحمد لله يا ربي. معناها انت من رايك نجموا نصيفوا ميم طون نحافظوا على رواحنا؟ صحيت، فهمتني؟ نجموا نصيفوا، نجموا العباد معناتها كيفاش يقولوا هي، معناتها يعملوا بروتوكول يخافوا على رواحهم وكل شيء، اما تصيف عادي، فهمت؟